التعليق الحين شوف ساديو ماني راح حاططه له ايه يا سمير. بص يا بص يا بلال، يعني صوره الحقيقه معبره عن كل شيء. وبصراحه الراجل ده راجل لعيب كره محترم قوي بصراحه، يعني مؤدب كده حاجه كده، يعني يعني حاجه جميله جدا. ايه رايك في الصوره دي يا بلال؟ سوبر ستار يعني. فعلا دي حقيقه. كلاس كان يا كابتن، كلاس كلاس اي كمان. حاجه محترمه. كلاس اي بلس. اي بلس فعلا. كم كنت اتمنى هو بيبص. بالظبط. بص بيبص لها ازاي الكاس عارف انت. المره اللي فاتت قلت لك تعبير كده صغير، تك سو كلوز سو فار، يعني فاهم قصدي؟ يعني قدام عينيا وبعيد عليا بالمعنى، يعني فاهم قصدي؟ طبعا تعبير يعني نظره، يعني عارف هتيجي امتى. بالظبط امتى يعني. منتخب السنغال، منتخب السنغال لم يتوج ببطوله افريقيا يعني، ويعني مع الجيل ده المفترض ان هو يتوج بالبطوله. لعب نهائيات كتير، ولعب نهائيات كتير في 2002، خسر برضه يا كابتن برضه في النهائي، ودي مره ثانيه بيخسر في النهائي في مالي، وبيخرج بالظبط، وبيخرج من سيمي فاينل مع كاميرون، وبيخرج من سيمي فاينل. لكن امكانيات كبيره جدا يا كابتن حقيقي، امكانيات مهاريه كبيره جدا. يعني شوف انا قلت لك النهارده يا اسلام، منتخب السنغال مختلف تماما عن المنتخبات الافريقيه، حتى في الديفنس بتاعه. منتخب فعلا، منتخب لعيبه كوره يعني، لولا ان هم ناس يعني اصحاب بشره سمراء ما تقولش ان دول منتخب افريقي على الاطلاق. صح خالص. امكانيات رهيبه جدا، سرعات موجوده، لياقه بدنيه موجوده، مهارات موجوده، كل حاجه في كره القدم. اخلاقيات عاليه جدا يا كابتن. النهارده ما شفناش حد بيتخانق ولا بيشرح مع حد. لا لا لا، لعيبه بتتخبط في الملعب بتقوم، ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اي مشكله فعلا. حصل شويه شد بس ده طبيعي يعني. لا في كره القدم لا، انا بقول خوارج، حاجه خارجه عن المالوف، حاجه خارجه عن المعتاد. لا ما شعرناش بالمنتخب السنغالي. يمكن النهارده حصل بعض المشادات عشان دي مباراه نهائي، نهائي وانت برضو خسران 1-0 ونفسك تحصل على البطوله، لكن طوال كل مباريات البطوله ما شفناش حد من السنغال يعني تعرض لمشكله او عمل او افتعل ازمه. حتى النهارده في الانذارات